النهاردة هناخد ليسن 3 كونكت سنة تانية اسمه كونكت ويز ارت. ارت دي مادة تانية اسمها الرسم. يبقى انا خدت ساينس علوم وخدنا مين؟ ارت. ارت يعني ايه؟ رسم. في 3 بيكتشرز. بيكتشرز يعني صورة. بيكتشرز وبيكتشرز وبيكتشرز. طب يا مس امال فوتو يعني ايه؟ فوتو صورة فوتوغرافية يعني مش مرسومة، لكن الصورة المرسومة اسمها ايه؟ بيكتشر. اي صورة مرسومة اسمها بيكتشر. تعال نقرا في الصورة دي. يلا عايش ركزي معايا. I like this picture. It's pink, blue and yellow. انا بحب الصورة دي. picture يعني ايه؟ الصورة دي المرسومة. It's pink. ركزوا كده ثواني عايش ركزي هنا. حطينا pink بعديها ايه؟ كوما وblue and yellow. انا بقولك تعالي تعالي الجاي. I like this picture. It's pink, blue and yellow. لما تكون حاجة بكررها بحط كومة 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 واخر حاجة بحط معاها مين؟ and. يبقى تاني I like this picture. انا بحب مين؟ الصورة دي. It's pink. الالوان بناخد لها a او an؟ لا، ال picture دي pink, blue and yellow. I can see. انا كان يعني استطيع ان ارى. boats. مين هم البوتس؟ المراكب. I can see the sea. ايه ده يا مس؟ في سي وسي. اه سي فيها اتنين اي يعني يرى. اللوكة شايفة سي فيها اي اي بمعنى بحر. يبقى عندي سي بحر وعندي سي يرى. سي انهي اي؟ اتنين اي. انا بشوف بعناية الاتنين اهم. سي عناية الاتنين اهم بشوف بيهم. وسي بحر اللي هي اس اي اي. اس اي اي فرحانة ان انا روحت البحر. يبقى سي يرى وسي بحر. واو اتس ا بيكتشر. انها صوره اوف ذا سي. مين هو السي دوا؟ السي اللي هو البحر. ذا ويفز. عارفين يعني ايه ويفز؟ يعني الامواج. تعالوا كده نشوف كلمه ويفز عشان نشوف قرناها ازاي. في اتنين حرف متحرك الاي والاي. الاول يقول اسمه الثاني ما يقولش حاجه. طيب يلا انت و اي ف والاس بتتنطق هنا ايه؟ ز. ويفز. مين هو الويفز؟ الامواج. ويفز يعني ايه؟ الامواج. الامواج ار هاي. هاي الجي اتش بتتنطق لما يكون معاها اي؟ نو. يبقى دي اسمها هاي. عالي. هاي لو منخفض. عالي. هاي لو منخفض. ايه تعال نشوف البيكتشرز دي. Look at the sunset. مين هو sunset؟ اللي هو غروب الشمس. مين هو sunset؟ غروب الشمس. The waves. قلنا يعني ايه waves؟ الامواج. waves يعني ايه؟ الامواج. Are low. يعني ايه low؟ منخفضة. لكن هنا ايه؟ high. عالية. يبقى عندي high. عالية. low. منخفضة. هاي عالية لو منخفض. طب ليه لو حطينا هنا ار ما حطيناش از يا عائشة؟ ويفز ار لو. ليه حطينا ار؟ ليه حطينا ار؟ عشان الويفز دي ايه؟ جمع صح ولا لا؟ عشان فيها ايه؟ اس الجمع. حطينا مين معاها؟ ار. يبقى ذا ويفز ار لو. يعني ايه لو؟ منخفض. امال هاي؟ مرتفع. لو منخفض. هاي مرتفع. لو منخفض. The sun is going down. السن دلوقتي هتعمل داون هتنزل تحت. The sky. من هي السكاي؟ السماء. Is blue. حطينا ايه هنا؟ كوما pink and yellow. لونها ازرق وبينك روز ويلو اللي هو اللون الاصفر. I like this picture too. ايه تو الحلوة دي؟ تو دي اللي في الاخر بمعنى ايضا. مش ده دي اسمها تو ودي اسمها تو. تو دي بمعنى اثنين. تو دي بمعنى الى. وتو دي بمعنى ايضا. احنا بنقول عليها تو اتنين او. تو او واحدة. تو اتنين او. تو او واحدة. لما انتوا تكتبوا باراجراف. باراجراف يعني بتوصفوا الصورة زي ما هو وصفه. بنستخدمها بنحطها اخر كلمة في الجملة بمعنى ايضا. يعني مثلا انا عايزة اقول انا بحب بابا وبحب ماما. يبقى I like my father. I like my mother too. ايضا بحط كلمة مين هنا؟ ايضا. مين هنا ايضا؟ تو اللي هي اتنين او. ولازم احط قبليها ايه شايفين؟ كومة. لازم تيجي في الاخر وقبليها كومة. ولما نيجي نكرر حاجة الوان معينة ارقام معينة بنحط اللون بعد كده كومة كومة كومة. اخر حاجة بحط لها ايه؟ اند. يعني ايه؟ لو انا مثلا يعني عندي وردة
او عندي اي حاجة لونها احمر واصفر وازرق هقول the flower. مين هي الفلاور؟ الوردة. is تكون red حمراء كما blue ازرق and yellow اصفر. طب انا عايزة اقول لون تاني وتاني، يبقى red كما blue، بعد كده احط جنب blue ايه؟ كما yellow، وبعد كده and مثلا orange. يبقى لما اجي اكرر حاجة بحط كما كما، واخر حاجة بحط مين؟ and. طيب انا عايزة اقول خرجت مع بابا وماما واختي واختي. I went او I هذهب. I go with my mother comma father comma sister and brother. حطيت تلاتة، حطيت اتنين كما، وحطيت في الاخر مين؟ and. تمام. طيب الموضوع ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قطعة، واحنا بنبص على الاسئلة وبنشوف الكلام ده بنجاوب عليه. يعني ايه؟ هو كاتب انت قريت الجمل، تعالى نقرا بقى الاسئله ونشوف من فهمنا للقطعه دي هنجاوب على السؤال ازاي. اقروا كده السؤال الاول. لوك 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 دي افتكر اللي هنا اهو هنا. وات وات از ا ويف. مين هو الويف؟ من انت فهمتيه مين هي الويف؟ اقروا كده اقروا كده. طب اقروا 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 دول اقروا دول. A kind of boat. بوت الويف ده بوت. يعني ايه بوت؟ مركب او قارب. الويف ده عبارة عن نوع من القارب؟ لا. water that moves، المية بتتحرك، ولا water that doesn't move، مية مش بتتحرك. الويف لا، الويف مية بتتحرك، يبقى نختار مين؟ water that moves، المية بتتحرك. هنحط خط عند water that moves. يعني دي حاجات زيادة بتفهمك، يعني انت بتسمعي وبت ساعدك ان انت تجاوبي. What can you see in all the pictures؟ ايه اللي انتوا بتشوفوه in all؟ كلمة all هنا يعني كل البيكتشرز، كل الصور في حاجة مشتركة بين دي ودي ودي. البوتس ولا الويفز ولا السي؟ ايه المشترك بينهم هما التلاتة؟ ايه الموجود في الصورة دي، في البيكتشر دي، وفي الصورة دي، وفي الصورة دي؟ البوتس ولا الويفز ولا السي المشترك بينهم؟ اكيد البحر، عشان ايه؟ هنا في بحر بس ما فيش امواج، هنا في امواج بس ما فيش مراكب، هنا في امواج وبحر بس ما فيش مين؟ مراكب. يبقى بحر بحر بحر. في كم بحر هنا؟ التلاتة فيهم بحر. يبقى ايه المشترك اول في كل البيكتشرز؟ مين؟ السي. اللي هو مين السي؟ البحر. ده درس قراية كده. تعال بقى نشوف الكلمات بتاعته. waves. مين هو الويفز؟ الامواج اللي هي water moves، water تتحرك. high عالي. لو منخفض. على فكرة عالي ومنخفض مش زي طول وشورت. طول وشورت للبني ادمين، لكن هاي ولو شايفين للمباني، للاشياء الغير عاقل بنقول عليها هاي مثلا ولو. زي القلم. لا القلم انا بتكلم على ارتفاع، على مباني مرتفعة، مية مرتفعة. كلمة مرتفع مش كلمة طويل. عالي او مرتفع اسمه ايه؟ هاي. منخفض لو. اي صورة اسمها picture. picture قارب بوت. كلمة بحر سي اي اي. كلمة يارا سي اي اي. غروب الشمس غروب الشمس sun set. غروب الشمس sun set. نقول لهم لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا ايه؟ لايك. باي باي.